أول طالب لجوء يذهب إلى رواندا ولكن بطريقة طوعية. هذا الرجل وهو من أصول أفريقية اختار أن يسافر إلى رواندا على متن رحلة تجارية ومعه 3000 جنيه استرليني بالإضافة إلى إقامة في رواندا لمدة 5 سنوات يتحملها دافع الضرائب البريطانيون. الأمر مختلف للغاية عن خطة رواندا التي تسعى الحكومة البريطانية للبدء في تطبيقها في أسرع وقت ممكن، وهذه تعتمد أساساً على أن من يأتون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني تحديداً عبر القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي، هؤلاء يحتجزون في معسكرات للاحتجاز ثم ينقلون بعد ذلك على متن طائرات عسكرية غالباً إلى رواندا، وهناك سيحتجزون أيضاً في نوع من المعسكرات حتى يتم البت في طلبات لجوئهم. الحكومة البريطانية تحاول الترويج لترحيل هذا الرجل إلى رواندا على أنه بدء لنجاح خطتها المعروفة باسم خطة رواندا، وهذا بالطبع قبيل الانتخابات المحلية التي تنطلق في بريطانيا الخميس، وأيضا قبيل انتخابات عمدة لندن وغيرها من حكام المدن الرئيسية في بريطانيا. It's taken us a long time to get to this point. There have been so many obstacles putting the. الأمر استغرق منا وقتا طويلا للغاية حتى وصلنا لهذه النقطة، وكانت هناك عقبات عديدة قبل إقرار القانون. أنا سعيدة أننا رأينا شخصا يتم ترحيله إلى رواندا. صحيح أنه كان ترحيلا طوعيا، ولكنه تأكيد على أن رواندا بلد آمن حتى أن الناس يقبلون الترحيل إلى هناك بإرادتهم. المعارضة من جهتها تنتقد هذا التوجه من قبل الحكومة، وتقول إن ترحيل هذا الرجل أو سفر هذا الرجل لا علاقة له بخطة رواندا، وتكلفة الترحيل بالكامل تحملها دافع الضرائب البريطانيون، وأن الخطة حتى هذه اللحظة لم توضع على المحك ولم يسافر بموجبها أي شخص على الإطلاق. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لندن.